ابراهيم، مفاجأة مو هيك؟ مفاجأة حلوة بس ما أنا من عوايدك. كنت بالجامعة، قلت لمر اللي عندك. أهلا وسهلا، شايفتك مبسوط. رسالة الماجستير قربت تخلص، بعدين نزلوا لي مقال بالجري بتفرجي. عن جد؟ إن شاء الله ألف مبروك. هلا بتقرا لي إياه بس بعد القهوة. دير بالك ها، عندي ضيوف. مرحبا. أهلين أنسة سلمى. يبدو أنا أجيت بوقت غير مناسب، أنا رح أمشي. لا شو تمشي؟ سلمى مو غريبة. فوت اقعد شرب قهوة معنا. ايه بس عود نفس ثم اعترض. يلا شو دائما هيك بتنهزم من البنات ولا بس مني؟ لا بس انا قلت يعني مشغولين وعندكم قياس والله هيك خلصنا الشغل. سلمى ديري بالك ها، اخي غليظ مع البنات. شكرا اختي، شكرا، فضلتي على راسي، شكرا. انا اسفة، يمكن بدأت الهجوم عليك. بدك الصراحة؟ أنا ما بحب غير الهجوم. شايفتك رح تقلبها معركة. والحياة معركة. بس إذا كملنا بهالطريقة رح نتقاتل. هلا هيك رح نتقاتل؟ ستي بنرجع بنتصالح. ما بحب معرفة شخص بقتالي. قصدك يعني إنه حابة نتعرف على بعض؟ مين أنا؟ لا أنا ما قصدي أحرجك، لأنه بصراحة أنا حابب إنه نتعرف على بعض. ليكي سلمى انا ما علي عتبها، لسه هلا نبهتك وقلت لك اخي غليظ مع البنات. لا بالعكس، اختي مها دائما بتحامي عن الناس اللي بتحبهم. ضيفي القهوه. تكرم. واسمعي لقلك، عقم الكفاءات الاداريه وانهيار المنظومتين في الاقتصاد الوطني والسياسي، مقال باسم ابراهيم قهوجي. لك يسلم لي ابراهيم قهوجي.